وقعنا اتفاقيات مع شركات خليجية وداخلية، وبعد في نفس الوقت وقعنا مع شركة بروة للتبريد مدة 20 سنة بقيمة العقد 500 مليون ريال. المساحة التأجيرية طبعا 300 متر، والمشروع مساحته 8.5 كيلو متر مربع، يعني هذا أطول مشروع في الدوحة يمتلكها شخص واحد، اللي هي شركة الشارع التجاري التابعة لشركة الديار. أبرز المشاريع المحلية مشروع أبراج سيفلو سيل السكنية، مجموعة من 580 وحدة سكنية حاليا يتم طرحها للبيع، فرصة استثمارية للمواطنين المقيمين وأيضا المستثمرين من أي مكان في العالم. الفرصة الثانية الاستثمارية أيضا المتاحة من قبل شركة ديار مشروع حزوم لوسيل، عبارة عن 2000 وحدة سكنية أو 2000 قسيمة أرض، تم بيع ما يقارب 95% منها، وهناك عدد طبعا متوفر من هذه القسام تتراوح ما بين 400 متر مربع إلى 800 متر مربع. عالميا هناك الكثير من المشاريع المطروحة، أبرزها طبعا مشروع السيتي جيت في العاصمة القاهرة جمهورية مصر العربية، وأيضا مشروع السيبر الأتاكوي في اسطنبول. تم تدشين في خلال المعرض عدة مشاريع جديدة، من أهمها مشروع يقع في جزيرة قطيفان الشمالية مجاور لمدينة الألعاب المائية مريال ومنتجع ريكسوس. المشروع هذا عبارة عن منتجع وفلل شاطئية وفندق وفلل سكنية، إجمالي عدد الفلل ما يقارب 400 فيلا وفندق 5 نجوم.